بسم الله. بعد ما عرضنا بالنوك اوت الداتا بتاعتنا، عرضنا اسماء الكاستمرز وشويه صور ليهم، محتاجين نظبط بس كده شويه ايه العرض بتاعنا يبقى شكله اشيك شويه ومرتب اكتر. طيب انا هخش على طول، لو انا مش محافظ اخش على getbootstrap.com، والراجل عند عاملين في الدوكيومنتيشن بتاعتهم عاملين حاجات مرتبه جدا وجاهزه وبسيطه جدا. لو دخلت على الكومبوننتس هلاقي كومبوننتس كتير موجوده ممكن تساعدنا ناخد منها على طول ونحسن ايه مستوى العرض بتاعنا. زي ما احنا شايفين انا هخش على الكاردز، في عندي الكروت كده بسيطه ممكن تبقى شكلها شيك، فمديني اكتر من شكل زي ما احنا شايفين، شكل واثنين وثلاثه، وكل شكل مديني تحتي الكود بتاعه وغير بما اني عارف كويس HTML وعارف CSS وهكذا، وطبعا جافا سكريبت. ادي مديني شويه شكل اشكال من اشكال الكروت، فانا هختار مثلا الشكل، خلينا في الشكل الاول صوره وتايتل هيبقى عنوان مثلا الكاستمر وكلمتين عنه وزرار حلوين جدا. هم واخد ايه؟ ادي التكست اهو، هو مع دايس على كوبي كده بقى موجود معايا في الميموري، قمت رجعت ان هو قلت له بقول لك ايه، انا عايز اغير في الاتش تي ام ال بتاعتي. انا كنت مظبط شويه حاجات بس عايز اغيرها، كنت عامل فور اتش وجواها كنت عامل ايه؟ ديفايه فيها الكاستمرز. قلت له انا عايز اغير الديفايه دي اخليها كارد من الكاردز بتاعت مين؟ بتاعت البوت ستراب. قمت جاي هنا قمت عامل بيست، وتعالى نعدل ما يلزم بحيث نظبط الشكل في شكل الكاردز بتاعت مين؟ بتاعت ايه البوت ستراب. فهم جاي كده اول حاجه عندي ادي الايمج موجوده، قلت له موجود عندي تحت الايمج عندي كان موجود فيها الداتا بايند والحاجات دي كلها، وادي هي اللي فوق متحدد لها الستايل سيب والالت سيب، وانا يهمني الاس ار سي. فانا هقول له طيب انا بالنسبه لي الكلاس اللي هيفرق دوت هو ده اللي هيحسن شكل العرض. فقلت له ماشي، انا اخدت الكلاس ده من فوق وحطيته تحت، بقى عندي الكود اللي تحت كامل في فهربلس الايمج اللي موجوده فوق، او ممكن اعمل العكس مفيش مشكله. خلاص انا عملت ايه؟ ظبطتها وبقى عندي الويتس وعندي الكلاس بتاع البوت ستراب وعندي الايه الداتا بايند بتاعتي بتاعت النوك اوت. طيب هاجي بعد كده وعامل ايه؟ عندي كارد بادي وفي كارد تايتل. الكارد تايتل دي فيها ايه؟ فيها العنوان، انا عايز احط فيها اسم الايه؟ اسم الشخص ذات نفسه. فالكارد تايتل هحط فيها الاسبنايه اللي كانت بتجيب لي الداتا بتاعت اليوزر، او هجيب الداتا بايند على طول. فهقول والله الداتا بايند بتاعتي على تكست، في التكست يعني ما بين الداتا بايند بتاعتي اللي هي اصلا معمول H5 هحط الكاستمر نيم. طب في عندي تكست عادي زياده، سيبه دلوقتي التكست الزياده دوت، انا هشيل بقى الجزء اللي تحت دوت. الكلاس بس بتاع الكاستمر ممكن احطه مع الكارد، يعني الديفاي بقت واخده كارد عشان الستايل بتاع البوت ستراب، واخده كاستمر اللي هو الستايل بتاعي اللي انا ممكن ابقى اضيفه بعدين. باقي الكود ده انا مش محتاجه خالص، فممكن خلاص بقى انا رابلسته وحطيته جوه القالب الجميل بتاع مين؟ بتاع البوت ستراب اللي موجود عندي. تعال بقى نعمل للصفحه بتاعتنا ريفريش نشوف شكل العرض. شكل العرض اهو بقى فيه الصوره وتحتيها الاسم وفي شويه كلام والزرار وبتاع، بدات شكل الدنيا يترتب ويتنسق بشكل ايه؟ بشكل افضل شويه. طبعا ممكن يكون الويتس عندي مش مظبوط، ممكن اظبط الويتس بتاعي زي ما انا عايز العب وكلام زي كده بحيث اظبط الايه؟ العرض بتاعي زي ما انا عايز، وممكن طبعا استغل حاجات تانية. انا طبعا في الزرار بتاعي بس هكتب ديتيلز بدل ما كانت مكتوب كلام مش ليه معنى دلوقتي، والتكست الزياده اللي هو الديسكريبشن هنخليه ان شاء الله لما نزود الداتا بتاعتنا اللي احنا عايزين نعرضها. طيب في الديفاير الرئيسيه اللي بتعمل لوب، اللي هي بتلف جواها كل الكاردز بتاعت الكاستمرز، ممكن اديها حاجه اسمها كارد كولومز. الكارد كولومز دي بتخلي الكروت بره بتيجي تحت بعضها تيجي في شكل بقى اعمده ورا بعضها، يعني عمود ورا بعضيه كده. لو عملت كارد كولومز وجيت عملت ريفريش هيتلاقي بص بقى شكل العرض اختلف تماما، بدا يعمل لي ايه؟ بدا يحط لي صوره الكارد الاولاني ولتحتيه 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 لغايه ما يخلص، وياخد العمود اللي بعده والعمود اللي بعده والعمود اللي بعده، ورتب لي الايه؟ ورتب لي شكل العرض بتاعي. طبعا البوت ستراب اصلا كده كده هي ريسبونسيف ما فيهاش مشكله، بحيث تقدر تشتغل على الموبايل او على التابلت او على الكلام دوت ما عندهاش ايه؟ اي مشكله. كده شكل العرض بتاعنا بدا يتظبط الى حد كبير، وممكن طبعا نقدر نحسن في مستوى شكل العرض بان احنا فيما بعد نقدر نخش على style.css بتاعنا ونبدا نضيف فيه اي ستايلنج اضافي او مختلف عن اللي موجود في البوت ستراب. بس فيما بعد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.